بسم الله الرحمن الرحيم. ده ملخص لشابتر 1 والحاجات النقاط اللي هي المهمة، اللي هي إن شاء الله انتوا هتعملوا نقاط بحثية، فأنا ركزت على النقاط اللي هي هتبقى بوينت للبحوث، يعني اللي هي مطلوبة للطالب. فبالتالي المراجعات ديت للخمسة شابتر اللي احنا هنعملهم، النقاط اللي هي عايزة توضيحات بوضحها لغاية ما ابقى اشرح لكم في محاضرة او فيديو تاني اللي هي النقاط اللي هي نازلة لكم في اللي هي المشاريع. فده اهم النقاط اللي احنا ناخد بالنا منها في شابتر 1. يعني شابتر 1 فيه جزء مهم جدا، يعني بيتكلم على اللي هو ليه البروجكت اللي هي السوفت وير بروجكت فيلير، يعني نبذل فيها مجهود كبير جدا ونصرف عليها وبعدين تفيل. طبعا في مشاريع كبيرة، يعني في المشاريع الكبيرة مش بروجرام صغير، لان كان في شابتر 1 هو التعريفات اللي احنا قلناها. فهنا في نقطة بحثية في الفيلير تو يوز سوفت وير انجينيرنج ميثودز، يعني هي مش عن هي، يعني ان هو بيقول في هذا الموضوع ان يجب اتباع السوفت وير ديفلوبمنت بروسيس او السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكلز عند تنفيذ اي بروجكت او اي برودكت، اللي هو الانحراف عن استخدام اللي هو معرفة السبيسيفيكيشن والريكويرمنت، وان احنا نمشي تبع البروسيجرز اللي هي خدناها في السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل ديت. ده هو اللي بيؤدي الى الفيلير للسوفت وير بروجكت. يعني هي الحته من الحته ديت ان احنا في نقطه بحثيه عن ليه السوفت وير بروجكت فيلير، وليه عدم اتباعنا للسوفت وير انجينيرنج بروسيس تكنيكس ديت زي الووتر فول والانكريمنتال ديليفري وكده، ده بيؤدي الى اللي هو الفيلير بتاع اي بروجكت. فده الغرض من هذه السلايدز وهذا الموضوع بالذات، يعني في نقطة بحثية نازلة لكم. طبعا ديت حاجات ديت عامة، لأن أنت عارف اللي هو أنواع السوفت وير برودكت، ممكن إن أنت تبقى تتناول هذا الموضوع. يعني لما يجي لك السوفت وير أبس أو السوفت وير برودكت، يعني فتبقى عارف منها الجينريك والكستمايز. ده جزء مهم جدا، اللي هي إن إحنا الغرض من السوفت وير إن هو يتعمل في تيم، والبرودكت يكون ليه جود اتريبيوتس. فالجود اتريبيوتس زي اللي هي اللي موجوده قدامك ديت، يعني ان مش يعني ادي برضه في الفيلير، لان في الفيلير بتاع اي بروجكت لا بيتبعوا اللي هي التكنيكس، ولا بالتالي بياخدوا بالهم من اللي هو الاتريبيوتس، الجود اتريبيوتس التي يجب تحقيقها زي المينتينابيلتي والسكيورتي والافيلابيلتي والريلايبيلتي والحاجات ديت والافشنسي، وان هو يبقى سوفت وير اكسبتبل. فديت يعني لازم لما تيجي تناقش اي موضوع من النقاط البحثيه تركز على ايه هو البرودكت، ايه هي الميثودز، ايه هي الجود اتريبيوتس، ما هو يعني استخدامنا للسوفت وير ديفلوبمنت بروسيس تكنيكس ديت، هل اضاف فاليو للبروجكت اللي هي مطلوب انها نحملها ولا لا. فديت اللي هي السوفت وير بروسيس اكتيفيتيز، يعني انه في واحد لا عنده سبيسيفيكيشن ولا عارف ايه هو الديفلوبمنت يعني ولا كده، ولا الفاليديشن، ولا بيتبع الميثودز اوف فاليديشن، ولا الريكويرمنت يعمل لها فاليديشن او خلافه، ولا بيعرف ان هو سوفت وير تو بي ايفولفد، وان الكاستمر ممكن يطلب حاجات، يطلب نيو ريكويرمنت. هي انا يعني هو الغرض من الجزء ده هو الصغير، هو التركيز على انه يجب اتباع اللي هو السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل بروسيس تو مينيمايز ذا فيلير اوف سوفت وير ابس او سوفت وير بروجكت. طبعا في بعض الحاجات المهمة، يعني برضه ديت موضوعات زي الهيتروجينتي والبيزنس والسوشيال تشينج وكده. انا هركز بس على ان اتباعك ل السوفت وير ديفلوبمنت بروسيس بيحقق اللي هو ديبندبل برودكت، يبقى معناه ان هو يبقى سكيور تراست، ممكن السوفت وير بتاعك ده يبقى على سكيل واسع يتعمل، يعني ان انت بتعمل حاجة من امبيدد سيستم، ده نوع من انواع الابليكيشن، الى حاجة أكبر يعني زي الكلاود أو خلافه. يعني برضو أنواع التطبيقات،
طب ليه ديت انواع زي الاستن اللي هي اللي مذكوره قدام حضراتكم دلوقتي ديت، فلازم نبقى عارفينها، لان في اثناء شرحنا للمحاضرات في الشباتر المختلفه واستعرضنا للسوفت وير انجينيرنج بروسيس تكنيكس زي الووتر فول والاجايل ميثودز والاكس بي والسكرام اند سو اون، قلنا ان هناك بعض الميثودز اللي هي سيتابل تو بي يوزد مع ابلكيشنز معينه، فبالتالي اكون عارف ان هو اللي هي ويتش ميثود شود بي يوزد ويز ويتش ابلكيشنز وواي، يعني في نقطه بحثيه حاجه زي كده، فبالتالي تكون عارف انت اللي هي التطبيقات اللي هي بتاعت اللي هي السوفت وير موجود فين، وانسب ميثود او تكنيك فور ديفلوبينج ساتش ابلكيشن. طبعا برضو اللي هو في السوفت وير انجينير بظهور الانترنت وظهور الكلاود ومثل هذه الاشياء، فكثرت اللي هي الابلكيشنز اللي هي من خلال النت. طب ليه يعني ده بنذكر الحته ديت؟ لانها زي ما هي واضحه الغرض منها، لان في نقطه بحثيه بتتكلم على السوفت وير ريوز، فانا مش لما يجي لي اي بروجكت ولا اي ابلكيشن هستارت فري هستارت فيه من الايرلي بيجيننج، لا ده انا لا عليا اشوف ان هو اللي هو الكوميرشال اوف ذا شيلف زي ما قلنا، انزل اللي هو السوق واشوف هل في كومبوننت معين، هل في اوبجكت معين، هل السيستم ده اوريدي موجود، فالكلام ده كله بيمينمايز الريسك وبيمينمايز الكوست وبيقلل الوقت. فبرضه الحته ديت اللي هو السوفت وير ريوز ديت برضه من احد اللي هو التكنيكس اللي كنا اتكلمنا عليها اللي هي الانتجريشن اند كونفيجريشن، فلازم تاخد من الحته دي برضه. انكريمنتال والاجايل ديفلوبمنت والجينريك بروسيس برضه، لان ديت من احد انواع التكنيكس اللي انت هتتكلم عليها، متى نستخدم اللي هو الاجايل ومتى نستخدم اللي هو الووتر فول وويتش ابلكيشن وايه هي انواع التست، لان كل واحد كل ميثود من دول لها طريقه تيست مختلفه عن الطريقه الاخرى. الحاجات المهمه ايضا وديت للمعرفه لازم تبقى عارفها اللي هو الايثكس، عشان يبقى سوفت وير انجينيرنج تعتبر ك يعني بروفيشن، يعني كمهنه لازم ان احنا يبقى لها نوع من انواع اللي هي الايثكس، بالاضافه للحاجات اللي هي البسيطه ديت، هي مش بسيطه لكن ان هو ان احنا بنقول لازم يبقى في ايثكس لاي واحد شغال في مجال او له علاقه بالسوفت وير انجينيرنج. وشكرا جزيلا.